فيها نادي السدر وعن طريق الدوليك والعراقي يونس محمود. هنا في هذا اللقاء يبحث عن التسجيل ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة بطولة كأس ولي العهد. يونس في مواجهة كلومي تامين هنا في هذه المباراة في الدقيقة رقم 13 مع بداية الأحداث. مبكر جدا السد مبكرا جدا عن طريق السفاح. السفاح سجل جول. يبحث عن التاريخ ووجد البوابة المناسبة لدخوله. يبحث عن المجد جاء في الطريق المناسب. يبحث عن العالمية جاء عن طريق العالمي. سجل يونس. وين ما يروح يونس وين ما يروح يونس. شوف الكرة الماضية في شباك نادي الخويا ليعلن التقدم مبكرا هنا